مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الرياضه. عندما نذكر نادي جبله لابد ان نعود الى التاريخ الجميل الذي قدمه هذا النادي العريق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما توج بالدوري السوري بثلاث مرات متتاليه، وفي التسعينيات ايضا حصل على بطوله الدوري وكاس الجمهوريه. لابد ان نذكر هذا التاريخ، واليوم عندما يعود هذا التاريخ إلى ملاعبنا في سوريا وعلى مدرجات ملعب البعث في مدينة جبلة، لابد أن نتكلم عن هذا الفريق وهذا النادي وهذه الإدارة وهذا الجمهور الكبير والعريق، من خلال أيضا الإنجازات التي تحققت في العام الأخير، ومنها كأس الجمهورية العام الماضي، وأيضا المشاركة في الدوري السوري والبصمة الأخيرة التي قدمها خلال الشهر الماضي عندما شارك في كأس الاتحاد الآسيوي. كيف يرى الجمهور الكبير وكيف يرى المتابعون للشأن الجبلاوي هذه القفزة النوعية لنادي جبلة، وما يحيد بكل المشاكل والصعوبات التي رافقت هذا الفريق خلال مسيرته في الآونة الأخيرة؟ على كل حال، كلام كثير عن نادي جبلة، لكن بعد الفاصل. من جديد مشاهدي الكرام، اسمحوا لي أن أتكلم قليلا عن المدرب الآسيوي. أنا أطلقت عليه المدرب الآسيوي حقيقة لما قدمه من حنكة وتكتيك رائع في المشاركة الآسيوية الأخيرة مع نادي جبلة. صحيح هو تدرج عندما كان يلعب في الحرية، في نادي الحرية ونادي تشرين وعدة أندية أيضا في سوريا، لكنه عندما اتجه إلى التدريب أصبحت البصمة واضحة من خلال نادي التضامن الذي طبعا دربه في المواسم السابقة، ووصل إليه إلى مباراة نهائية للتأهل إلى الدرجة الممتازة، ومن ثم انتقل إلى عدة أندية، لكن آخرها كان مع نادي جبلة. البصمة واضحة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي لحلقة اليوم في الاستديو، الكابتن علي بركات، مدرب رجال جبلة. أهلا وسهلا فيك كابتن علي. هلا أستاذ أحمد، حياك الله، بتشكر استضافتك الكريمة، بتشكر حسن استقبالك دائما، كل الشكر لك وللأخوة العاملين والأخوة المشاهدين إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك كابتن علي، والحمد لله على السلامة، وألف مبروك هالمشارك المشرفي لسوريا. بارك بعمرك، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أيضا رح ينضم طبعا من خلال هذه الحلقة أيضا عبر سكايب من ألمانيا مدير موقع قدماء جبلي الكابتن وائل حسن. أهلا وسهلا فيك كابتن وائل. يا اهلا وسهلا، يسعد اوقاتكم استاذ احمد، بتشكرك على الاستضافه الحلوه، وبقدم باقه ورد كبيره للمدرب اللي ذكرته انه المدرب الاسيوي الكابتن علي بركات. تحياتنا لك، وان شاء الله تكون حلقه مميزه ل اهلا وسهلا فيك قريت ولمتابعين تلفزيون وقريت. اهلا وسهلا فيك كابتن وائل، طبعا ومعنا عبر سكايب من المانيا، وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا، والتواصل مع الوطن شيء مهم جدا، وخاصة رياضة الوطن. على كل حال، مباشرة راح أبدأ مع الكابتن علي بركات. علي، تفضل. أول شيء يعني مثل ما بيقولوا يعني ردة فعل الجمهور اللي كان متواجد عم يتابع مباريات جبلي بكأس الاتحاد الآسيوي، لا كان لا تشرين، لا كان الجيش، لا كان الوحدي، لا كان الكل، كانوا لنادي جبلي. مثل ما بيقولوا يعني شو الأداء الحلو. صحيح طبعا، هون نحن هذا اللي كان شغلنا نحن وهمنا واهتمامنا الأكبر، العامل النفسي اللي لعبنا عليه مع اللاعبين. اليوم أنت البطولات القارية بتختلف كليا أستاذ أحمد عن البطولات المحلية. نعم. ناهيك عن الحالة المعنوية والنفسية اللي لازم يوصل للاعب، أنه هو مو بس عم بيتحكم بمشاعر مدينة، كنا نحن بالدوري عم نتحكم بمشاعر مدينة بأكملها، معشوقة وبتعشق هذا الكيان. اليوم أنت صرت عم تمثل سوريا برا وعم تتحكم بمشاعر جمهور سوري كبير. الحمد لرب العالمين. البداية كانت مع نادي السيب، كنا نحن متأملين تكون النتيجة أفضل من هيك، ولكن في عدة عوامل وعدة أسباب، أهم عامل الانسجام يلي كان للأسف ما وصلنا نحن 100% بين اللاعبين. الانسجام والتناغم عامل كتير ضروري بين اللاعبين حتى أنت توصل للزروة أو توصل للعامل التكتيكي يلي أنت بدك إياه. بعد مباراة السيب صار في انسجام، صار في ألفة، صار في مودة أكثر بين اللاعبين.
انتفضنا، اتفقنا كلياتنا وتعاهدنا انه ما بقى نتقبل الخساره باي ثمن. فهمناهم انه انتم اليوم في جمهور سوري كبير عم بيستناكم، نحن امام امانه لازم نكون قد هي الامانه، والحمد لله رب العالمين. انا اللي كتقييم او كنظره لإلي، انا راضي كل الرضا عن الشباب، جيد، راضي كل الرضا عن الرجال اللي كانوا موجودين بارض الملعب وخارج ارض الملعب. نتائج كانت مشرفه. بتوقع نحن لو كنا عم نلعب مباراه وديه او مبارتين او كان في استعداد اكثر من هيك، ولكن اللغط يلي صار بالتعاقدات وكيفيه التعاقدات مع اللاعبين والفتره الزمنيه القليله اثرت كثير. طيب على الشيء اللي كان معنا. طيب انا بدي اسال سؤال بعد المقدمه الحلوه من الكابتن علي بركات. على فكره يعني الكابتن علي بركات ايضا هو محامي، يعني القانون في مسلك وايضا ثقافه الاستاذ علي. تسلم استاذ بركات. كابتن علي أشد المتفائلين بنادي جبلي لم يكن يتوقع هذه المشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي. صحيح. لهذا السؤال أنا تعرضت لهذا السؤال بأحد المؤتمرات الصحفية بسلطنة عمان. أنا ضد هاي النظرية إنه ما أشد المتفائلين ما كان هو متوقع هالنتائج هاي. أما أنت اليوم لما بتكون أنت قريب من الجو، قريب من الحالة السائدة اللي كانت موجودة عنا ضمن الفريق، قريب من الحالة الأخوية اللي كانت موجودة اللي فرضها الأستاذ سامر، دعمنا الفريق. نحن اليوم لما بدي أعرف أنا مين اللاعبين اللي تم تدعيمهم إضافة للاعبين الموجودين عنا بنادي جبلة، اليوم التكتيك مو كل شيء أستاذ أحمد. اليوم التكتيك بيعطيك 40-50%، ولكن الرجال أصحاب العقيدة هن اللي بيحققوا النصر، هن اللي بيحققوا الفوز. قلت لك الحالة النفسية، العامل النفسي هو الأساس. كان بهيك نظام بطولة تجمع، يعني زمن ما معك أنت يومين الثالث عم تلعب مباراة من مرحلة واحدة، فلذلك أنت الأساس اللي كان موجود هو العامل النفسي والحالة الأخوية اللي انخلقت بين اللاعبين. بدي أرجع نفس الفكرة فضل. لكن بدي أخذ ردة فعل الجمهور في كل أنحاء العالم ومنهم أيضا في ألمانيا لمتابعي فريق جبلة. كابتن وائل، يعني إحساسكم أنتم كنتوا عم تشوفوا فريق جبلة يعني يقدم الأداء الكبير، يعني كيف انعكاس ردة الفعل على الشارع الجبلاوي في ألمانيا تحديدا؟ عن جد أستاذ أحمد، أنا اللي شاهدته والتمسته من ما بس بألمانيا، نحن بحكم انه مجموعتنا صارت الحمد لله وصلت على امتداد المعموره، يعني من امريكا، من استراليا، من الصين، من المانيا، من اوروبا بشكل عام. الشيء اللي التمسناه نحن من انه حابين يحطوا يوصلوا كلمه للاعبين، شيء لا يوصف. مشاعر مثل ما تفضل الكابتن علي انه دخل على المباراه، ما فينا نقول انه اشد المتفائلين او المتشائمين. انت لما بتدخل على المباراه وحاطط الشعور الانتصار، فانت كسبت، ولو خسرت كسبت القوه المعنويه والنفسيه عند لاعبينك. ولكن لما بتدخل انك والله انا راح اخسر، فانت خسرت مرتين. فانا بشيد بالكابتن علي انه ما بس محامي بدراسه القانون، ولكن كان دراسه بالقانون كقانون كرة قدم ولعب على موضوع العامل النفسي والبدني والذهني، اللي هو الأساس اللي لعب عليه الكابتن علي بحكم الفترة الزمنية القصيرة اللي كانت مسموحة ما بين الدوري والكأس اللي هي بطولة الاتحاد الآسيوي. فعن جد شيء لا يوصف، وانت ما من السهل انك تعيد تاريخ لنادي بهيك تجمع وجماهير. يعني كنتوا فرحانين كثير بهالمشهد اللي كنتوا عم تشوفوه كابتن وائل؟ يمكن الكلمات تعجز عن الوصف اللي نحن كنا عم نعيشه كابتن استاذ علي احمد. صفحات الفيس كانت كلها عم تشيد بنادي جبله ونادي تشرين، بحكم انه اليوم ناديين عم يمثلوا بلدنا اللي نحن بنفتخر فيها، وهي معنا وين ما بنكون. صحيح نحن بعاد، ولكن هي جوات الروح، لانه هذا وطننا، هذه امنا، هي اللي ضامتنا. فلما بتلعب الرياضه فهي اقصر طريق لانك توحد القلوب بين بعضها، وهذا اللي شفناه، يعني تشجيع لا يوصف. حتى هون اصدقائنا اللي شافوه مننا انه كيف متواصلين مع لاعبين النادي، لأن أو الإداريين أو الجهاز الفني صاروا يسألونا بيوم المباراة شو نتيجة جبلة اليوم، شو عامل جبلة، ما أساسي، ما في جبلة. والله شوف يعني كابتن وائل، يعني الحقيقة المشهد اللي كان بمدينة جبلة
حقيقة هو مشاهد كأس العالم، المشهد اللي كنا عم نشوفه، يعني شوف كابتن علي، كابتن علي انه مدرج الفينيقي القديم في مدينة جبلي كان ممتنع على الآخر، الأعلام كانت عم تجوب شوارع جبلي، والله منظر كتير حلو. نعم يعني كان تشجيع لكم بشكل رائع. هذا ما نو بغريب، يعني هذا الشيء ما نو بغريب. انا سبق انا قلت لك الجمهور العاشق لهذا الكيان جمهور كتير محب، يعني بتحكمه العاطفه. اليوم انت هاي العاطفه بتخليه هو ما يحسن يتقبل غير انه يشوف فريقه دائما هو باعلى المقامات ومرفوع راسه دائما. هذا الجمهور يلي بيرفع الراس فيه، يلي هو مصدر فخر. يعني انا كنا ما كنا نحن البعثه لما كنا بعمان من اول مباراه مع السيب، الشيء والتجهيز اللي كان صاير قبل مباراه السيب سواء عن المدرج الأسري اللي كانوا موجودين ولا العلم، كمان العلم نادي جبلي كمان الأطول العلم فعلا في آسيا تقريبا. هيك جمهور، هيك جمهور بتوقع بيعطي مو بس سند كبير، ما بيكون هو رقم 12، بتوقع هو بيكون رقم واحد. حملكم مسؤولية كبيرة يعني الجمهور في جبلي، حملنا الجمهور السوري أيضا كله حملك المسؤولية. مثل ما حكى أخونا الكابتن وائل يلي منوجه له التحية لأخونا الكابتن وائل بألمانيا، دائما العامل الذهني او النفسي هني الاساس. هاي المسؤوليه استاذ احمد ممكن يكون الى سلاح ذو حدين، ممكن تاثر ايجابا وتاثر سلبا. اليوم انت تكون مضغوط عصبيا او نفسيا خصوصا بهيك مباريات وتشوف هالجمهور كلياته اللي هو ناطر منك الفرحه، ممكن ياثر عليك سلبا كنفسيه كحاله نفسيه على اللاعب، ولكن انت قادر تطلعه للاعب بالتحضير الذهني قبل المباراه والتحضير ما قبل المباراه وما قبل البطوله، قادر انت تطلعه للاعب من هالحاله. التحضير الذهني والتحضير التكتيكي الكابتن علي، انا بدي اسال سؤال كابتن علي. تفضل. اذا بدي ارجع لموضوع المباريات الكاس الاتحاد الاسيوي، انت عملت شغله كثير يعني الحقيقه غير مفهومه للجميع، لكن اثمرت عن انتصار كبير على الانصار اللبناني، انه اخرجت لاعبين بمستوى محمود البحر وايضا مصطفى شيخ يوسف او ايضا حفيان عبد الله حفيان. تكتيك عالي جدا انه خرجتهم بالتبديلات، يعني قصدك بالتبديلات. نعم هي بلعبه الانصار. نحن لما عملنا هذا التبديل كان من ثلاث لاعبين مثل ما تفضلت، البحر وحفيان وخالد مبيض. هذا مو انقاص بالبحر وحفيان وخالد مبيض، بالعكس نحن هني بيعرفوا انا اليوم قادر ادخر جهدي، قادر انا احط كل شيء عندي في اوقات مباراه معينه، ولكن نحن متفقين نحن واللاعبين انه نحن اجينا على هاي البطوله كان في ضغط دوري كبير. ضغط الدوري يومين والثالث في مباراه، كمان في لاعبين كان صار لهم فتره زمنيه ما لعبانين، فانا بدي استفيد من البحر واستفيد من حفيان واستفيد من خالد مبيض، ولكن انا وصلت للدقيقه 70 انا لازم ريح البحر، لازم ريح الحفيان، خالد مبيض تكتيكيا جيد لأسلوب تكتيكي معين، لأنه في بدلاء لازم هني ينزلوا. أنا برفض أطلق هالمصطلح هذا بدلاء، أنا دائما بفهمه ما في بديل ولا في لاعب أساسي، أنت مهيئ بأي لحظة أنك أنت تكون أساسي بالمباراة. التبديل اللي تم مثل ما حكيت أنت بدقيقة 70 البحر وحفيان وخالد مبيض، اولا الحاله البدنيه شوي خفت عند اللاعبين نتيجه عده عوامل مثل ما حكيناها، ثانيا تبديل تكتيكي الحمد رب العالمين، ممكن اسمر 10% التبديل، ممكن اسمر 20%، ولكن احنا ما فينا ننكر قيمه البحر الكبيره، قيمه الحفيان، قيمه خالد مبيض. بهالتبديل تحديدا تعرضت لضغوط؟ لا ابدا، ما حدا بيتدخل فيني بالقرارات الفنية. يعني مثلا اذا واحد لا. جاي مثلا على فريق مثل فريق جبلي او كبير، يعني مو انه جبلي، فريق كبير وشي طبيعي بيتعرض لضغوط، ممكن تتعرض لضغوط، بس ما حدا يحكي بوشك انا ما بسمح. يعني ما حدا بيتدخل لا فنيا ولا بالتبديلات ولا بغيرها. بعدين انا لما عم كون بالمباراه خلال 90 دقيقه استاذ احمد، بجوز انت بتعرف انا واقف على الخط كوتش لاين، انا ماني موجود، انا موجود ضمن اللاعبين ضمن هال90 دقيقه بهالملعب هذا، بس انا كل شيء عم بيصير وراي، يعني كل شيء عم بيصير وراك يعني كلها ما لا 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 انا ما اولا ما بسبح، ثانيا هني لا معروف احنا من لما الاستاذ سامر والاداره الكريمه نحن اتفقنا معهم، معروف لحد الان انه ما حدا بيتدخل بعمل المدرب ابدا فنيا، وما بتوقع في مدرب بيطلق على نفسه مدرب بيسمح لاي انسان انه يتدخل بعمله خصوصا بالعمل الفني ككره قدم. كابتن وائل، يعني ايضا يعني الجمهور المتابع وخاصه انتم كمدير موقع قدماء جبلي، يعني كان هناك دعم ايضا للكابتن علي بركات تحديدا، يعني شو شفتوا من كابتن علي بركات ايضا لعمليه دعمه؟ هل هو يستحق الدعم بعد ما قدم اداء كبير بالدوري وبكاس الاتحاد الاسيوي؟ انا على فكره من تقريبا وقت اللي كان مستلم نادي التضامن الكابتن علي بركات كنت شيد بعمله، تسلم، وحتى في احاديث خلف الكواليس انه
بحكم نحن عم نحكي على تاريخ نادي جبلة ولاعبين نادي جبلة واللي مروا على اللاعبين، فكأنه نتعرض لهذا السؤال، شو رأيكم بالكابتن علي؟ ممكن يعمل شيء؟ أنا ما بعرف شخصية للكابتن علي بركات، حبيبي ولكن من خلال عمله مع نادي التضامن مثل ما سبق وذكرت، قل له نكون عندكم ثقة بالكابتن علي، لأنه راح يكون بسمة للكرة الجبلاوية. وأكيد الكابتن إن شاء علي الله، الحمد لله إنه ما خذلنا الحمد لله. بكلمات اللي كنا عم نوصلها للي كان عم يسألنا. فبتشكره للكابتن علي، وأنا كثير سعيد إني حظيت بمعرفته من خلال منبر تلفزيون أوغاريت. أنا سلام، خليني لنا بس أقول الشرف. فقرة صغيرة فنيا أستاذ تفضل أحمد، تفضل. يخلي لي قلبك يا رب. طبعا أنا بتشكر مين سمح لي انه احكي باسمهم وبتاريخهم وبشهدهم هلا بعراقهم كابتن وائل، الفني. يعني كابتن وائل مشان الجمهور ايضا يكون بالصوره، انت كنت حارس مرمى نادي جبلي سابقا. انا كنت لاعب بنادي جبلة من لاعب نادي، عام لاعب، نعم. نادي جبلة، وقبل نادي جبلة كنت بنادي تشرين، بعدين انتقلت على نادي جبلة، وفيما بعد تم استدعائي للمنتخب الوطني ولعبنا بنهائيات كأس جيد آسيا للشباب بكوريا. جيد، تفضل. ففنيا رح احكي على الكابتن علي. يمكن الناس او الجمهور ما لاحظ شو كان عم يعمل الكابتن علي ضمن المباراة او خلال اللاعبين او بالفترة اللي استلم فيها الكابتن علي. لاحظنا تحركات حمزي الكردي بالدوري. شغلة تانية، وجدنا هداف او لاعب خفي عم يكون بسمة للجمهور، عم يسجل أهداف للاعب عم يجي من خلف. فنحن اليوم صرنا أمام خطة لعب من اللاعب الكرة أو اللاعب اللي يتحرك من دون كرة. فبالمباريات أو مباريات الاتحاد الآسيوي لاحظنا إنه كيف الكابتن علي صار يلعبوا لمحمود البحر خارج الصندوق، طبعا لعلم مسبق انه راح يحظى الكابتن محمود البحر بلقابه لصيقه، فهيك ما راح يقدر يستثمره للكابتن محمود بحر، فراح نخسر نحن جهود. فكان خطه الكابتن علي بركات يلعبه خارج الصندوق بحيث انه عبد الرحمن بركات هو يكون المسجل او هو اللي يقدر يستثمر الفرص اللي راح تسمح له اياها. نعم ولكن عدم توفيقه لعبد الرحمن عبد الرحيم بركات او عبد الرحمن بركات، خانين الاسم ولكن الكنية بعتقد على منطقة صح. صحيح، نعم، عبد الرحمن بركات، نعم. بالإضافة في شغلة ثانية، فنيا نحن استفدنا من وجود حارس مثل إبراهيم عالمة، هذا عطى إضافة للفريق وعطى إضافة للمدرب إنه الخط الخلفي ظل عنده ثقة فيه، وإعادة إبراهيم عالمة لمستواه الحقيقي هذا عطى دافع للفريق انه يلعب دون انه يرتكب او ياكل اي هم من الخطوط الخلفيه. فاعتماد الكابتن علي بركه على اللونج باس اللي كان يلعبه الحارس ابراهيم عالم سواء لمحمود البحر او لعبد الاله حفيان كان عم تعطي نتائج، ولكن نهايه الهجمه ما كنا عم نتوفق فيها لعدم توفيق المهاجم اللي هو رقم طيب، 10. هلا خلينا نسمع رأي كابتن علي بهالتحليل الفني، يعني بالإضافة لأنه مدير موقع نعم. قدماء جبلي، ففنيا عم يتكلم الكابتن عم وائل. بيحكي فنيا وتكتيكيا صح. بنبلش أول شيء مثل ما حكى الكابتن وائل عن حمزي الكردي. لما أنا استلمت الفريق كان حمزي معروف للجمهور وللعالم إنه هو باك يسار. نعم، أنا من خلال التمارين أو من أول نظرة شفته فيها لحمزي كتمرين لإله، شفت إنه هذا اللاعب احساسه التهديفي ووشه على الجول كتير كويس. فاول لعبه يمكن مع الحرجلي، كابتن وائل اول لعبه مع الحرجلي قدمته جناح وحطيت عبد الله حمود باك. من لعبه الحرجلي استفدنا منه بكرتين نعم. او ثلاث كرات، يمكن كان اول جاب اربع هدفين دقائق اول 5 دقائق حمزه الكردي، ولكن جبنا منه هدفين. وضمن هي كمان اللي عم نحكي نحن كمان، هي هذا اسمه المرونه، انا بطلق عليها مرونه تكتيكيه، تبادل بالمراكز. في لاعبين عندهم هذا الاسلوب او عندهم هي المرونه نعم. استاذ احمد نعم. امثال نور علوش بيعرفوا كمان الكابتن وائل وانت انه هو بيلعب ستوبر. نور علوش لعبته ارتكاز،
مع تشرين بالذهاب لعب ارتكاز بكأس الاتحاد الآسيوي من ثاني مباراة، ثبته جنب خالد المبيض اللي هو لاعب محور بوكس تو بوكس. يعني دائما في لاعبين سبحان الله في عندهم اكثر من ميزه، موهبه هي بالفطره. بنرجع اللونج باس اللي حكى عنه الكابتن وائل عن ابراهيم عالمي، في بعض مراحل المباراه انا كنت اطلب منه لابراهيم انه هو يلعب اللونج باس حتى انا اختصر فتره زمنيه معينه بعمليه البناء، ولكن خلال مراحل المباراه دائما كنا نبلش اذا انت بتسكر اول 20 دقيقه اول 15 دقيقه في عمليه ضغط عالي بمنطقه الخصم زائد ضغط عكسي. بلش هذا الشيء اذا شفته مع السيب، بلش مع الانصار، ومثل ما حكيت انت لو البوكا بركات كان بيومه كان سجل اول 20 دقيقه مع الانصار هدفين او ثلاثه. تماما. نحن بالشوط على فكره عن جد كابتن علي، نيالنا فيك ونيال تسلم، للكره إلي السعوديه الشرف. بوجود مدربين اكاديميين امثالك. نحن اليوم بحاجه هيك مدربين لحتى نرتقي بالكره السوريه اللي نحن بحاجتها اليوم. طيب يعني خليني اليوم انا بدي اسال السؤال ايضا للكابتن علي. كابتن وائل، كابتن علي تفضل. ممكن يكون المدرب يجب ان يتحلى بالديكتاتوريه في دورينا الدوري السوري مو او حتى على لاعبينا؟ مو ديكتاتوريه هي، انت دائما هي مجموعه، المجموعه هي الشخصيه القويه. نحن نقصد بالديكتاتوريه الشخصيه القويه طبعا والمتمكنه بالعمليه ببعض الامور بدك تكون انت لين، ببعض الامور بدك تكون حازم. بيفرض عليك هذا الشيء نوعيه اللاعبين واخلاق اللاعبين الموجوده عندك. نعم. اللاعبين اللي كانوا موجودين بجبله الله يحميهم كلياتهم اخلاق رفيعه. يعني انت اليوم لما انت بدك تحكي لاعب اذا اخل بواجباته فنيا ما انك قادر ترفع صوتك كثير، لانه هو فعلا فورا بيقول لك صح كابتن. نعم. اهم عامل يلي بينهي مسيره اي فريق هي الشلليه او هي المجموعات يلي بتفرق منا الفريق لعده مجموعات. هون بيكون انهيار ودمار اي فريق مهما كان بيمتلك. وعمله صعب، العمل صعب انه ترجع تلفهم مع بعضهم. هذا الشيء ما موجود، هذا الشيء ما موجود عند الشباب. إضافة للاعبين اللي تم تدعيمهم اللي دعمنا فيه الفريق كمان بيتمتعوا بأخلاق كبيرة، لأنه أول شغلة أنا كنت أقول لهم كرة القدم أهم شغلة أخلاق، أهم شغلة أخلاق واحترام، الاحترام يوجب الاحترام. الشباب كتير كانوا مهذبين محترفين بمعنى الكلمة. يعني أنت لما أنت بطلق أنا اليوم محترف، مو بس أنا محترف بدي أنا 100 مليون وبدي 200 مليون، لا مو بس هذا الاحتراف، الاحتراف أنت إنك تتقبل قرارات المدرب او ترحل على الارض، انك يعني تقدم نعم. الافضل انت انت دائما على الارض. انا محترف كلاعب مطلوب مني قدم الافضل دائما، اتقبل قرارات المدرب او ارحل. هلا هذا اللي صار بتعاقدات نادي جبلي كابتن علي. نعم. انه اجوا يعني مجموعه من اللاعبين وعلى مستوى عالي بالدوري السوري وتم التجانس مباشره مع الفريق. نعم. هلا نحن نحكي منطقيا استاذ احمد، المباراه الاولى مع السيب كنت انا عم عاني من هالشيء، عم عاني لانه انت بعلم كره القدم انا اليوم من الضروري جدا نحن كلاعبين اللاعب يتعرف على اسلوب ونفسيه وعقليه زميله اللي عم بيلعب معه بارض الملعب. بده وقت، هذا بده وقت، هذا الشيء ما بيخلق بيوم وليله، ولكن انت من خلال الالف المحبه الاجتماعات اللي كنت سويها انا بيناتهم، مشاهدات الفيديو، التواجد الدائم بين بعض سواء بالفندق وخارج الفندق، وهن ما هم غريبين عن بعض، هن اذا نحن بدنا نحكي هن ما هم غريبين عن بعض 100%، هن عم بيعرفوا بعض وهن موجودين وبيعرفوا بعض من خلال الدوري. نعم. ولكن الحمد رب العالمين قدرنا نحن خلال فتره زمنيه قليله انه نوصلهم الحمد لله للاوج وللالق تبعهم ويكون في تفاهم وتجانس الحمد لله بينهم. هلا ممكن يعني يكون بانديه اخرى، وانا بدي اقول ما بدي يكون يعني انه سريه بالعمل، يعني بنادي تشرين تم التعاقدات، اعتقد التجانس غير كان ما نجاهز كان يعني ما كان واضح يعني. هلا نحن نوجه التحيه طبعا دائما طبعا نوجه التحيه لكل الانديه ونادي تشرين وللكادر وللاداره، ولكن نحن اليوم ما بنعرف نحن خبايا الامور شو كان عم بيصير معهم جوا. استاذ احمد نحن خلال انا بعرف المجموعه اللي كانت موجوده هون بالدوري تشرين ابطال ما بينقصهم شيء، الخبره التراكميه موجوده عندهم، معنى الحاله الذهنيه كانت غير منضبطه لربما، انا ما فيني اطلق اي يعني ما فيني اجزم، ولكن انت اليوم بدك تشوف اني شو كان عم بيصير معهم بالبحرين. اذا نحن عن جد ما كان في انسجام او تناغم شو السبب؟ يعني انا اليوم انا بتوقع حضرت اخر مباراه لتشرين حضرتها، كان فريق عم بيقدم كره قدم مع رائعه. نعم نعم. ولكن انضم لهم هن الواكد محمد الواكد وايضا الخطاب مشلب، يعني مجموعه من اللاعبين. يعني انا ما فيني اقول اليوم انا بنظري طبعا كل مدرب له وجهه نظر استاذ احمد، انا ما فيني اقول اليوم انا لانه ما في انسجام بين البحر او خالد مبيض مع زملائهم الثانيين بجبلي ادت لهالنتيجه هي، لانه انا المسؤول. انا المسؤول اليوم، انت المدرب هو المحفز الاول دائما للاعبين، هو المسؤول عن التحضير الذهني والنفسي، الذهني والنفسي للاعبين ما قبل المباراة. يعني أنا اليوم أنا بعرف اليوم أنه
عبد الله حفيان لنفترض او البحر، قبل بيوم او قبل باربع خمس ساعات انا قادر اشوف بصفحات وشه انه البحر ما هو قادر يلعب نفسيا، الحفيان ما هو قادر يلعب نفسيا. هاي شغلتك انت كمدرب، اذا انت مالك ملم بلاعبينك، ملم بنفسيات لاعبينك، بصفحات وشهم انت ببينوا عليك اذا انا متلبك، انا متوتر، انا في عندي حالي صايره خارج الملعب ممكن تاثر علي بداخل الملعب. فهي الامور نحن كلياتها ما فينا نجزم حتى نعرف نحن شو كان عم بيصير. استاذ احمد جيد، كابتن وائل، يعني انتم كمدير موقع قدماء جبلي، كيف ممكن تدعموا نادي جبلي؟ كيف ممكن، شو ممكن تقدموا لنادي جبلي؟ بتصور استاذ هلا اسمح لي اول شيء انا اقول لك انه حتى كالموقع نادي جبلي انا على علمي يعني هو يقدم مساعدات كثير رائعه انسانيه لجمهور جبلي ولجمهور انديه اخرى صراحه. الحمد لله رب العالمين. استاذ احمد مثل ما سبق وذكرت، نحن قعدنا تاريخ نادينا من عام 1958 واليوم عم نشوف صفحات الفيس. أغلبية الأندية صارت تعيد ذكريات لاعبين القدامى اللي للأسف كانت الناس من نسيان للاعبين القدماء، ولكن نحن كانت بوابة لنفتح هذا التاريخ. ما وقفنا عند كرة القدم، ولكن نحن بألعابنا كلياتنا عادنا ذكرياتها، والإضافة لذلك نحن صرنا نقوم بحالات أو عمليات إنسانية لا بعض لاعبينا، لبعض الناس اللي وضع الناس تعرفه طبعا. فنحن كنا السباقين بحالات انسانيه مع ناس بحاجه ما نقدر انه نقدم لهم اياه. وبتشكر كل مين حط ثقته بمنبرنا او بمجموعتنا، والحمد لله كنا نحن عن حسن ظن الناس والناس اللي حطوا ثقتهم فينا، وهذا فضل من رب العالمين طبعا. انت ما بتساعد انك تقدر تاخذ او تحصل على ثقة الناس اللي بينك وبين المسافات، ولكن الثقة زراتها بالمحبة والاحترام، وهذا اللي اليوم عم نشوفه على منبرنا. ومن خلال منبرنا انا قدرت اوصل لتلفزيون وقاريت اللي منفتخر فيه، حتى لو اذاعة امواج اللي تشرفت كان لي سابق لقاء معكم من خلال منبركم استاذ احمد. هذا كله ما إجا غير من وراء ثقة متبادلة، كانت أحاديثنا كلياتها رياضية إنسانية، بالإضافة للناس اللي قدمت كل الدعم لهذا المنبر اللي هو قدماء جبلي. طبعا يعني الأيام القادمة ستكون أعتقد يعني هناك تعاون ما بين هذه المجموعة على أكثر من صعيد، يعني هي مشاركة حقيقية بالفعل مع قدماء جبلي. كابتن علي بدي ارجع لك ونسال عن اللي حصل بمباراه الكويت الكويتي، الكل شاهد، سوريا كلها شاهدت كيف يتم الدفاع عن ادبيات واخلاقيات اللاعب السوري، لكن الاستفزاز الذي حصل من لاعبي الكويت، على فكره يعني حتى لاعبي الكويت عاملين مشاكل بالدوري الكويتي من يومين ايضا، شو اللي حصل؟ اكيد كلياتنا نحن تابعنا، ولكن انا بالدقيقة 80 أو السبب الرئيسي أستاذ أحمد الرجولية اللي كانت طيلة المباراة، الرجولية اللي فرضها لاعبيننا نحن خلال المباراة. نادي الكويت بده الفوز حكما حتى يتأهل للدور الثاني، طبعا هو حامل اللقب ثلاث مرات آسيويا، فريق معروف بالكويت وخارج الكويت. حالة الاستفزاز والشحن بلشت بالدقيقة 80 تماما، 80 اذا بتذكر انا كمان فت عرض الملعب صرت بعد اللاعبين مشان ما ياثر اي بطاقه حمراء على منظومه اللعب اللي كانت بالدقيقه 90 لما صار اول خلاف بيناتهم. ولكن عمليه الشتائم والاستفزاز اللي صارت بلشت من الدقيقه 80، صارت في عمليه شتائم كبيره، صار في عمليه استفزاز كبيره مثل ما تفضلت حضرتك. انتهت المباراه يعني برايي انا انتهت المباراه خلص، ما كان انه نحن انه بتوقع كان انه انتهى كل شيء، ولكن امتدت الامور، شفت مثل ما تابعتوا كلياتكم. قدمتوا شكوى للاتحاد الاسيوي؟ قدمتوا على هذا الشكوى؟ بتوقع قدمنا نعم قدم. بس انا بالعبارات والالفاظ النابيه اللي كانت، انا برايي اي مواطن سوري شريف ما بيسمح يعني ما بيسمح لنفسه انه يسكت، وبتوقع راح تكون رده الفعل اسا اكثر من هيك. على كل حال خلينا ناخذ ايضا راي حاله جدليه جدا في الدوري السوري وفي كره القدم السوريه، لكن هو فريد من نوعه من خلال العمل والنشاط الكبير اللي بيمتع فيه من خلال دعم الكره السوري، وايضا من خلال ايجاد حلول
لتطوير الكرة السورية. معي مباشرة على الهاتف الكابتن وائل عقيل مدير منتخبنا الوطني السابق من مدينة حلب. أهلا وسهلا فيك كابتن وائل. أهلا وسهلا بالأستاذ، تحياتي لك، تحياتي لضيوفك، الله يطول بعمرك. أهلا وسهلا فيك كابتن وائل. طيب كابتن وائل، أنت معروف من خلال جمهور جبلي ومن خلال الرياضة السورية أنه أنت بتحب نادي جبلي، والكابتن علي موجود ضيفنا. هات لك علي بركات. علي لك علي. مرحبا كابتن ابو حسين الغالي. اهلا بالكابتن، تحياتي، شلونك؟ هلا كابتن، الله يسلمك يا رب. شوف شو عندك كابتن وائل بخلال صحبتك مع النادي. انا على فكره من 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 نص ساعه كنا عم نحكي انا والاستاذ سامر محفوظ رئيس النادي. نعم. سبحان الله، يعني فانا هدول النادي جبلة، يعني في بقول لك هدول هيك مثل جماعه الزقرتا. بلبنان. نعم. هدول هيك أبضايات، عرفت شو؟ أبضايات بكل شيء هالمدينة، فأنا هاي المدينة بحبها سبحان الله، بحب وحتى بتمنى أسكن فيها يعني بيوم من الأيام، وبكفي إنه شعب بسيط عايش على البساطة، شعب قد وقته، شعب قد حاله مثل ما بيقولوا، وأنتج طالع هاللاعبين هدول هالفريق وعمل بطولة كأس بظروف. هلا كنا عم نحكي انا وابو خضر الاستاذ سامي. نعم. انه انت وقت اخذت كأس الجمهورية كانت الاندية اللي قابلتها كلهم احسن منك. صحيح. نعم. بالمراحل الربع النهائي ونصف النهائي وحتى النهائي. يعني مو هن احسن منك، يعتبروا انه هن كانوا معتبرين حالهم انه هم جايبين لاعبين الصف الاول، عرفت كيف؟ فأنت اليوم ومع ذلك أنت بالدوري السوري، يعني في ثلاث لعيبة مميزين، ما تبقى كله مثل بعض، زيادة ناقص 5-10%، يعني هذا الفارق، لأنه خاصة على المستوى اللياقي ما بتلاقي النادي جاهز 100%، بتلاقي لعيبة ما لها كتير ملتزمة، ما لها يعني الله شو بقول لك شغله، الله يعين الكل على بعضه في مجال كرة القدم. نحن كرة القدم عندنا بسوريا تعاون ونشاط وليست لعبة احترافية صراحة. جيد، من خلال هذا يعني الكلام كابتن وائل، هلا سؤال من الجمهور، يعني بيقول انه شو يعني شو هي العلاقة اللي بتربط ما بين وائل عقيل ونادي جبلي؟ هلا انا اول شيء بتربطني علاقة انه انا علاقتي في الاستاذ سامر، اخي الاستاذ سامر محفوظ يعني. نعم. وفقط لا غير، يعني انه انا اخوه عهد و طارق عجيب، فهدول الشباب اخواتي، يعني هن الشباب بتعرف هن هدول هلا هن الكادر. وبنفس اللحظه الاستاذ رفعت، يعني الاستاذ رفعت ربينا عليه مثل ما بيقولوا وعينا عليه. نعم. الاستاذ رفعت قريب من الكل، الاستاذ رفعت ما في انتخابات الا حلب كلها بتنتخبه، كل مندوبين حلب بتنتخبه، عرفت شلون؟ يعني حتى الفتره الاخيره، حتى الانتخابات الاخيره كابتن وائل. أنا بعرف حتى الانتخابات الأخيرة والله. جيد. إيه. جيد. أنا بحكي بصراحة. لا أكيد اتكشفت أكيد. اتكشفت الأمور كلها. أنا بعرف إنه أنا شخصياً بدي أحكي بصراحة وصدق، أنا جاي على الانتخابات ما انتخبوا للكابتن رفعت صراحة. إنه بدنا نعطي دور للشباب، بس والله وقت شفته ما قدرت ما أعطي. عم بحكيك بصراحة. وعطيته. عم بحكيك بصراحة. هاي أول مرة على فكرة، هلا اللي يسمعها بده يزعل مني لأنه كنت واعد شخص، بس أنا وقت شفته لأبو أحمد ما قدرت. هلا هي صراحتك هي عم تخلق حالي جدلية بالكرة السورية كابتن وائل، وأنا بدي أحييك عليها الصراحة. يعني هذه هلا هي في فرق، نحن لازم نميز في فرق بين الصراحة والوقاحة. أكيد. أحيانا أنت اليوم وقت بتجرح إنسان هاي ما هي صراحة، هي اسمها وقاحة. صحيح. بس أنت اليوم والله يجيبنا ما نكون من الوقحين ان شاء الله. طيب. بس لكن انت اليوم يا استاذ، نعم، هلا اليوم حضرتك عم بتشوف بهالكره السوريه اليوم اتحاد نجح. طيب نحن سمعنا كلام معسول كثير قبل ما ينجحوا وقت اللي نجحوا. نعم. طب هلا عم نشوف عكس الحكي، يعني عم نشوف اشياء ما في تطور، يعني هلا اليوم مع احترامي الشديد للكابتن رفعت، هلا نحن عم نشتغل عاطفي،
انا واحد من الناس خلاني انتخب الكابتن رفعت عاطفتي، ابحكي بصراحه. نعم. لكن الكابتن رفعت خبره، اوكي، اسم اوكي، له وزنه اوكي، لكن انا بدي اشوف الكابتن رفعت طور افكاره قد ايش، صار له ما اشتغل على تطوير افكاره، على تحديث افكاره. لكن الموبايل كل 3 اشهر بيقول لك تحط لك اذا بدك تحدث كبوس هذا الزر او تخطي. نحن بنتخطى ما بنحدث، عرفت شو؟ صحيح صحيح صحيح. بدنا ساعتين لنحدث. طيب كابتن وائل، يعني سؤال، يعني هلا الجمهور الجبلاوي حتى نادي جبلي عم يشوف التعاقدات الكبيره والحلوه ايضا بكل الانديه ومنهم يعني نادي الاهلي، كيف ممكن يعني تطوير الكره السوريه من خلال تعاقدات جيده واموال مناسبه للاعبين، ويعني خاصه يعني نادي الاهلي نادي جبلي؟ تفضل. هلا كنت عم حكي للاستاذ سامر، عم بقول له مو حرام انتم بتمتلكوا 100 وما بعرف كم 83 محل، وبتمتلكوا مطعم وما بعرف شو على البحر، وانتم معقوله واردكم 10 مليون 15 مليون؟ لك مو جريمة هي؟ مو جريمة بحق نادي جبلة؟ لك مو حرام؟ صح. طيب البلدية اخذيتهم، يعني مجلس المدينة اخذهم هلا على اساس رجعهم؟ لك مو حرام؟ مو كارثة هي؟ اليوم نادي جبلة يمتلك هذا الاستثمار، نادي الاتحاد ليكون مثل نادي جبلة، عنده محلات يعني عم بتساعده بالتعاقدات، بتساعده بمسيرة الرياضة، عم بتساعده انه ينفق على كوادره، ينفق على العابه. نفس الشيء نادي الوسمه ونادي الكرامه ما عندهم استثمارات غير هالمحلات، عرفت كيف؟ اللي عنده اياها نادي جبله. فانا اليوم ليش انا ما انا اجي اكون الاتحاد الرياضي؟ بصراحه عم بحكيك الاتحاد الرياضي ومجلس المدينه، اليوم نادي جبله عم يمثل مدينه قدمت كل شيء بكل شيء. حلو. صحيح. قدمت كل شيء بكل شيء. جيد. فأنا اليوم معقولة هيك مدينة ما يكون عندها فريق دائما منافس اليوم، تستنى سامر محفوظ مع حفظ الألقاب، أو تستنى أي إنسان ثاني لحتى هو يدعم؟ إذا هذا الإنسان ما كان موجود نادي جبلة بينافس على الهبوط؟ صح. ليش؟ صحيح. طب عنده استثمارات اليوم اقل شيء حق مليار ليره، اقل شيء. ليش في شيء اسمه اعاده تخمين؟ في شيء اسمه قرار اللي طلع لنادي الاتحاد تصديقا لكلام الكابتن وائل؟ تفضل كابتن. تصديقا لكلامك كابتن ابو حسين، القرار الاخير لصالح نادي الاتحاد الخمس فراغات يا علي، مو موضوع الفراغات اليوم الاستاذ شراس معلا. انا اليوم بدي، انا اول واحد بطالبه انه ينصف نادي جبله بالاستثمارات وبالمحلات، انا اول انسان. نعم. مع انه انا مالي معني بهي القصة، لكن اي شيء بيطور الرياضة انا معني فيه، بعتبر حالي معني فيه. حلو. صحيح. حلو حلو. كابتن وائل بعشر ثواني فقط، هل من الممكن في يوم من الايام نادي الاهلي الحلبي يتعاقد مع الكابتن علي بركات؟ اذا كان يعني هاي كرة قدم ممكن، اذا اجى حدا مقتنع في اسلوبه وشاف انه اسلوبه بيناسب نادي الاتحاد ليش لا؟ يعني ما هو مدرب. طيب شو رايك باسلوبه؟ شو رايك باسلوبه؟ كابتن وائل عقيل، شو رايك باسلوب كابتن علي بركات؟ انا عندي شغله انه علي بركات ظهر مثل ما ظهر اخي محمد. نعم. فجاه ظهر، صح، ظهر على الساحه. حلو. اليوم صاروا يقولوا وائل عقيل هو دفش اخوه. وائل عقيل ما دفش اخوه بالعربي الكويتي، ودفش اخوه بالظفار العماني، ودفش اخوه بالفيصلي الاردني، وهلا طالع على السعوديه. وائل عقيل ما خرج يتفش اخوه هون. اليوم انت ممكن تعطيه الدفعه الاولى، تشبيه 100%. عرفت شلون؟ انا ليش اليوم منو هذا علي بركات؟ لا ما في منو هذا علي بركات. انا وقت بشوف شغله لعلي بركات، انا كوائل عقيل بعرف بشوف انه هذا المدرب بيشتغل بالفريق ولا مو مشتغل بالفريق. بقول هذا الشاب شغيل ولا مو شغيل، بقول هذا فعلا اخذ مكان ما لازم ياخذه، بس انا بقول لك هذا الشاب بيستاهل هذا المكان. انا بدي تسلم يا كابتن، شهاده كبيره كابتن ابو حسين. نحن بدنا نتاسف منك كابتن وائل انه الوقت ادركنا، بس والله بدنا ناخذك حلقه كامله. ولو غير هيك استاذ انا ما بخجل منه، بقول لك اياها على الهواء انه ما بيستاهل.
تسلم يا كابتن، معروف. اهلا وسهلا فيك كابتن وائل عقيل مدير منتخبنا الوطني السابق. طبعا هاي اول مره، اسمه اخر مره كابتن وائل، دير بالك. دخيل ربك يا اهلا وسهلا فيك. شكرا يا اخي، انا بحبك كثير كثير، وانت لك كاريزما خاصه. الله يخليك، تسلم، كلك ذوق. شكرا 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 شكرا. حكى بصراحه الكابتن وائل، ويعني ودفاعه عن نادي جبلي، هذا الكلام كنا نحكي انه جمهور جبلي عندما يتكلم يقول شو دخل الكابتن وائل عقيل بنادي جبلي. طيب تفضل، يعني عم يدافع عن جبلي. لا، هن ما بتوقع حدا قال شو دخل وائل عقيل محافظ الالقاب الكابتن ابو حسين بنادي جبلي. نعم، بتوقع بصراحه، مثل ما بيحكي بصراحه بتوقع. نعم، الكلام يلي حكاه كلام انسان غيور على كره القدم السوريه ووضع الرياضه بشكل عام. يعني نعم، هو اليوم عم بيشوف، حكى منطق، عم بيقول اليوم مع المحبة الكبيرة للأستاذ سامر، يوم الأستاذ سامر صار له 3 مواسم أو 4 مواسم عم بيدفع مثلا من جيبه الخاص، هو الداعم الوحيد لنادي جبلي. اليوم أنت ما بعرف أنا هل اللي حكاه الكابتن وائل بالمحلات وما المحلات، أنا ما عندي علم فيهم، ولكن اليوم إذا في استثمارات أو ريع هو اللي صالح نادي جبلي وما عم بيستفيد منه نادي جبلي، أو عم بيستفيد منه كحال الاستثمارات بكل الأندية. والله كان يستفيد منه، بس لكن مجلس المدينة أخذون ورجع عقود رجعون. عقود يعني، هي العقود يلي عقود عم تصير. أنا اليوم والله لسنة أو ل 99 سنة عم باخذها ب 10,000 أو 15,000 بالشهر، بتوقع هيك هذا حال أو هذا وجع كل الأندية أستاذ أحمد. فأنا مثل ما حكى الكابتن أبو حسين، اليوم في غبن بالتعاقد. اليوم أنا خلص مثل ما طلع يمكن قرار لصالح نادي الاتحاد، بيحيي كثير، بيساعد كثير الكرامة أو الوسبي كمان بيحمص، كمان في عندهم إيرادات من هالمحلات أو من هالاستثمارات اللي عندهم. نتمنى طبعا، أكيد نتمنى من الأستاذ فراس، نتمنى من الشباب الموجودين إنه هن ينظروا بعين الاعتبار. كابتن وائل، يعني من خلال موقع قدماء جبلي ممكن يكون يشارك بحملة مساندة نادي جبلي للاستثمارات المتواجدة في ملعب البعث في مدينة جبلي؟ أستاذ أحمد، على فكرة نحن بنينا مع متابعينا ومع جمهور ثقة، ما بنبيع كلام نصه اليهودية. أنا ما عم بحكي تليفون أو ما عم بحكي من خلف الشاشات، بس لحتى أظهر للناس محبة. نعم. أنا اليوم قادر أعمل البحر طحينة بس ما معي سمسم من وراء الشاشة. بس لما بيكون في عندي مشروع بقدمه للمشروع، وكل الناس بتعرف موضوع المحلات اللي عم ينحكى فيها أو اللي تفضل فيها ضيفنا، هاي تبعيتها للإدارة المحلية، كل الناس بتعرف هذا الموضوع. فقدامة جبله بتصوري أنا اللي التمسنا، نحن بلشنا بال 2017، من 2017 نادي جبلي عاد للدرجة الممتازة، اللي هو للأسف لا نحمل شيء من اسم دوري الممتاز، لأنه لما بدك تكون اسمك دوري ممتاز معناتها صار تبعيتك للاتحاد الدولي وليس للاتحاد الآسيوي. فنحن دورينا هو درجة أولى وليس درجة ممتازة لسبب معين وكل الناس بتعرفه، كبنية تحتية ليكون عندك أنت دوري ممتاز وتقول عليه دوري ممتاز للمحترفين، أقل ما يمكن دورات المياه للأسف، ما رح نقول غير هيك، مع طبعا مع احترامنا لكل المتابعين هذا المنبر تبعك أستاذ أحمد. قدامة جبلة كل الناس عرفتها بشفافيتها بمصداقيتها، اي عمل بنقوم فيه نحن بنتابعه، ما بس بننزل خبر وبنمشي. جيد. هلا والله كابتن وائل، يعني الحقيقه يعني ملعب البعث كغيره مثل الملاعب في مثلا في مدينه اللاذقيه يعني تحديدا، يعني لازم العمل عليهم كثير. يعني حكينا وبعدين ما في. شو رايك كابتن علي؟ هلا احمد، انا اليوم اذا عم تسمعني ولا لا؟ تفضل خليلي قلبك. نحن بحكم تواجدنا اليوم هيك فرضت الحياة علينا انه نشوف شيء بهاي البلاد. نحن لما بندخل على ملعب درجة ثالثة بتلاقي الحمامات فيها، دورات المياه، بتحس حالك انك قاعد على بفندق 3 نجوم. بأي مدينة كابتن وائل؟ بأي مدينة في ألمانيا؟ فعلى أي أساس سمينا الدوري الممتاز عندنا أو دوري المحترفين؟ في دوري المحترفين بأي مدينة كابتن وائل عم تحكي؟ بأي مدينة بألمانيا عم تحكي؟ مقاطعة بافاريا بميونخ. ميونخ، يعني اللي عم يتبع إلى يعني الفريق الكبير بايرن ميونخ. نعم.
يعني ما لازم نحن نحكي اكثر. والله ما فينك تحكي لانه مثل ما بيقولوا بترفع لنا ضغطنا كمان نحن. شو رايك كابتن علي؟ يعني هذا ممكن كابتن علي انه يكون هيك كلام يعني ياثر على حتى لاعبين بالمنشآت الفريق. يعني المنشآت. راينا اليوم بالمنشآت. نعم. اكيد نحن ما بدنا ننكر اكيد المنشآت يلي عندنا للاسف لازم تكون هي افضل من هيك، بس كمان نحن ما بنعرف شو عم بيصير هلا الحاله الاقتصاديه اللي عم نمر فيها، الشيء اللي عم بيصير. ولكن انا عتبي بس انه مثلا بدي ارجع لك على تعقيب على الاستثمارات اللي حكاها الكابتن ابو حسين. يعني انت اليوم بتشوف حال نادي التضامن، رجعنا كنا عم نفتح سيرته نادي التضامن، حال نادي مثلا مصفات بانياس، حال نادي اي نادي يعني ما له محدد، في استثمارات، بس هالاستثمارات وين عم تروح؟ المحاسبة غائبة يا هل ترى ولا موجودة؟ اليوم بتكون المحاسبة موجودة أستاذ أحمد، اليوم الكل بيشتغل للصالح العام أو للمجموع العام. أما أنا اليوم نحن غايبين، أنا اليوم غايب خلص، فلان صار رئيس نادي انتهى 3-4 سنين 5 سنين، لا في محاسبة، لا بعرف شو عم بيشتغل، لا بعرف شو عم بيقدم لنادي، عم بيطور النادي ولا في تطوير، ولا في تطوير يعني الأكترية. هذا الحال الغالب اليوم. أما نحن نجي على المنشآت اليوم، أكيد الملاعب مثل ما حكى أخونا وائل الكابتن وائل، أكيد الملاعب اليوم هي ما أنا على قدر احترافي كبير، ولكن كأرضية ملعب بدنا نشوف نحن قديش تأجل الدوري هذاك الموسم استاذ احمد مشان صيانة الملاعب. نعم. عرفت كيف يعني اليوم انت انا بتوقع كأرضية ملعب في عنا ملعب البعس، ملعبنا بجبلة، وملعب الباسل، وملعب استاد الحمدانية بحلب، يعني هدول اللي انت ممكن تطلق عليهم انه هني ممكن تمارس عليهم ممكن كرة قدم حديث، ممكن ايه. نعم. اما ما تبقى يعني هدوك بالشام في عنا نحن رول صناعي يعني عشب صناعي. المنشآت اللي داخل المنشأة، القاعات اللي داخل المنشأة، هو العمل الكبير. يعني أنت بتروح، عانينا كتير نحن، رحنا لعبنا مباراة مع الوسبي بالموسم هذا بالإياب بملعب الباسل بحمص. نعم. لا كهرباء بالمشالح، لا مي، هواء، يعني بيشبه كل شيء إلا أنه أنت بملعب تقعد فيه وتعطي درس، أو يلبس اللاعب فيه لباسه، أو يتجهز نفسيا حتى يفوت عرض الملعب. ملعب البحرين كيف كانت؟ سلطنة عمان، عفوا سلطنة عمان، اكيد رائعة، يعني موصلة الى درجة كبيرة من الاحتراف سواء داخل، يعني واحد مرتاح يدخل على الملعب مرتاح. ايه. يعني ايه. نفسيا ذهنيا كل شيء، حكما يعني. حكما حكما طبعا. طيب على كل حال بدي ارجع قبل نهاية الحلقة كابتن علي على موضوع العقود في بالدوري السوري. اول شيء الدوري السوري اللي فات يعني كيف كان مستوى برأيك؟ يعني هل هو يرتقي لمستوى كرة قدم سورية؟ يرتقي اكيد بناء على الشيء اللي انت عم تمر فيه، أكيد يرتقي بناء أنت على الظروف الصعبة اللي أنت مريت فيها، أكيد يرتقي. ولكن الشيء اللي صار من خلال التأجيل المستمر أكيد هذا ما نوم بقى وصلنا نحن لدور احترافي. يعني أنت اليوم الموسم الماضي أستاذ يمكن ضل شيء 7-8 شهور أو 9 شهور، أكيد. هي فترة طويلة أنت اليوم، والتوقف اللي صار نحن لعبنا حتى موضوع الانسحابات، يعني كابتن علي في انسحابات قانونا الفرق، يعني قانونا هني أعلم ونحن أعلم، قانونا معروف الفريق اللي بينسحب يهبط إلى الدرجة الأدنى، ولكن في بعض الأمور يعني ضرورات تبيح المحظورات أو في بعض الكرامات أنت ما فينك اليوم، أنت بتوقع أنا قانونا ما في حل غير إنه يهبط الفريق. هذا الشيء أنت كمان بدك، أنت عم تريحهم للأندية، عم تريح نفسيا اللاعبين والمدربين. يعني انت انا اليوم مش شغلي انا حاربه للنادي او حارب المدرب بالقرارات الصارمة، انا عندي في قانون وفي روح القانون. يعني انا بدي انا يوم حدا بيخل بالنظام العام، يوم حدا بيخل يا اخي بالقوانين، تصرف يلي انت بدك اياه، بس كمان انا من حقي كمان اني انا اشوف في عدالة وانصاف ضمن ارض الملعب ب90 دقيقة. في كتير مع احترامنا الكامل استاذ احمد لمنظومة التحكيم وللحكام ولأخواتنا، الإنسان خطاء، يعني الحكم بده يخطئ. صحيح. ولكن في أخطاء أستاذ بتأثر كتير، يعني هي ردات الفعل أنت بكرة القدم أنت ما فينك تضبطها، ردات الفعل سواء عاطفيا سواء أنت لما بيصير معك أي حالة سلبية بأرض الملعب أنت ما أنك قادر أنك تضبطها، مو بكل الأحوال أنت قادر يعني أنك تضبطها. عشتوا فوضى في الموسم الماضي، فوضى كان بناء سؤالك تبع العقود. نعم. سؤال انا برايي، انا بشوف، ما بعرف، انا هي وجهه نظري، انا سمعت كلام انه الاستاذ ابو الطيب انه او حددت يعني حدد لاعب المنتخب 40 مليون واللاعب النادي ب 20 مليون. هلا انك تطبق هذا الشيء على ارض الواقع بتوقع صعب، ولكن اذا بتسالني انا كعلي، بتسالني انا من وجهه نظري، انا اليوم بناء على الدوري السوري الموجود وبيستحق اللاعب، لاعب الدوري يستحق، يستحق ال 40. انا هلا انا وجهه نظري انا بحط 50 مليون بدال 40، بتصير اعلى سقف عندي 50 مليون. 50 مليون مناسب لاعبين ومدربين. انا اليوم اذا بدي احكي اليوم يا استاذ احمد، انت اليوم علي بركات انت ما مناسب لك، تفضل اطلع احترف برا يا اخي، ما حدا ماسكك.
بس ما راح يصير في تميز كابتن علي. انا عم اقول لك صعب يتطبق. انا اليوم عم اقول الموسم 7 شهور 8 شهور، انا 50 مليون بقسمها على 7 8 شهور بتطلع 4 5 مليون 6 مليون بالشهر، انا بشوفها مقبوله بناء على الشيء، لانه انت مو الاحتراف بس اخذ مصاري يا استاذ احمد. الاحتراف مو بس انا اطلب 50 و 60 و 70 و 80 مليون، هذا يعني احتراف منقوص. هذا احتراف منقوص. اليوم انا عم باخذ 70 80 مليون، ما عندي ارضيه ملعب انا اطبق عليه فكر مدرب، ما عندي انا منشآت حتى اروح انا احضر فريق. انا اليوم اذا بحضر انا فترة تحضير قبل المنافسة انا ما عندي. طيب هلا كابتن علي، بعد المباريات بكاس اسيا تلقيت عروض داخلي او عرض. داخلي او خارجي؟ لا داخلي، عرض واحد. عرض داخلي؟ نعم. درسته ولا لسه؟ بدرسه لما بعرف انه انا طبعا الاولويه دائما لنادي جبلي، الاولويه دائما لنادي جبلي. صار في حاجه كلام شفهي بيني وبين الاستاذ سامر، لما نحن بنوصل او لما الاداره بتشوف انه هي بدها تتعاقد مع مدرب تاني هذا من حقها طبعا، وقتها انا برجع للعقد يلي اجاني. مساعد المدرب التونسي اللي كان معكم بكاس الاتحاد الاسيوي، نعم، يعني ممكن الجمهور حكى انه ليش جايبينه بهالتوقيت بالذات يعني للمدرب التونسي؟ جبناه لغاية معينة، جبناه لغاية معينة. كمان هو صابر بن جبريل طبعا استفدت منه. ما في انا ما بجيبه حتى ما استفاد منه، شو بدي اسوي فيه؟ انا اليوم بدي اجيبه مشان الميديا لصابر بن جبريل؟ نعم. مشان الاعلام؟ شو بدي استفاد؟ لا، نحن اليوم صابر بن جبريل كان في تواصل بيني وبينه ما قبل البطولة بشهرين وثلاثة، هو سبق وبتعرف اشتغل بسوريا مساعد مع قيس اليعقوبي. نعم. انسان محترم فهمان، بيمتلك مقومات وبيمتلك فكر كرة قدم. حاولت انا يكون هو موجود بهالبطولة طول الآسيوي هاي بهالثلاث مباريات، وإنسان كتير راقي بتمنى له كل الخير لأخونا صابر. كابتن وائل لو سمحت بعشرين ثاني، شو الكلام اللي حابب توجهه لإدارة نادي جبلي ولجمهور جبلي ولا الكابتن علي؟ أول 10 ثواني راح أخصص فيها لكل من أسعد هاي الجماهير في مدينة جبلي وأنشأ شاشات العملاقة اللي هو الاستاذ عالم الدين كناني. والله بدي اوجه له تحيه، والله بدي اوجه له تحيه فعلا. اللي كان مطلبنا نحن كمجموعه قدامى جبلي تكون موجوده شاشات عملاقه بالملعب او بالساحات الرئيسيه بجبلي، فبنتفاجئ نحن ثاني يوم بيجينا الخبر انه راح تتركب الشاشه العملاقه. والاحلى من هيك ثاني يوم كان في رابطه مشجعي نادي جبلي باشراف الدكتور يسار سليمان كمان قاموا بهذا العمل بإنشاء شاشتين عملاقتين بالمدرج الثقافي وبالملعب، فهذول وجه لهم تحية. كل الشكر على تعبهم، كل الشكر لهم. تفضل. والعشر الثواني الثانية على السريع. تفضل. تفضل. والعشر الثانية راح تكون للكابتن علي اللي عن جد بوجه له التحيه وبتمنى له دوام التوفيق. تسلم. لأي جهاز رح يكون معه، لانه بيستحق انه نشيد بالعمل اللي قام فيه الكابتن علي والجهاز الفني والاداري اللي كانوا بهذه البطوله اللي اسعدت جماهير جبله اللي مشتاقت لهي الافراح. شكرا لكم. ايضا انا بدي اوجه تحيه للكابتن سامر محفوظ لكل الشباب باداره نادي جبله اللي قدموا اداء كبير رغم كل الصعوبات. بالتوفيق لكم كابتن علي بالموسم القادم. استاذ احمد سواء كنت مع جبلي او غير جبلي. الله يسلمك، بتشكر كثير حسن استقبالك واستضافتك استاذ احمد، وهذا ما غريب عنك انت دائما. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. شكرا يا استاذ احمد. انا بدي اتشكر ايضا كل جمهورنا اللي كان عم يتابعنا بحلقه اليوم، وتشكر كل زملائي ببرنامج كلام في الرياضه. كلام في الرياضه لا ينتهي. الى اللقاء.